إنني أقدم تعازي الخاصة لحكومة الإمارات وشعب الإمارات على هذا الفقدان الكبير. الشيخ خليفة هو الراحل الذي أعزي الناهيان عليه والشعب الإماراتي برمته. عادة ما يتحدث الناس عن الشيخ خليفة كشخص خصص حياته وسخرها من أجل خدمة شعبه، شعب الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أنه سيتذكر كشخص خدم الشعب وكان جادا بشكل كبير ومصمم على أن يترك الإمارات العربية المتحدة أفضل مما وجدها. وجوابا عن سؤالك، أعتقد أن ما نراه في طريقة حكم الشيخ خليفة وما رأيناه خلال العقدين الماضيين هو التالي. أولا، الشيخ محمد بن زايد قال إن أخاه كان مثالا يحتذى به، وهذه إشارة لما ستؤول إليه الأمور في المستقبل على مستوى الحكم والحوكمة. أيضا الشيخ خليفة ورث دولة كانت تعتمد مجموعة من القيم والأسس التي أرساها الوالد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأرى أنه من بين أكبر إنجازات الشيخ خليفة هي أنه حدا خطوات والده الشيخ زايد وواصل نهج سياسة الشيخ زايد، تلك السياسة التي أرساها الشيخ زايد. فعل ذلك بإخلاص وتفاني ونجاح. ولذلك أعتقد أن رؤية الشيخ زايد كانت قد طبقت إلى حد كبير من قبل الشيخ خليفة وكرمت أيضا من قبله. والشيء نفسه سيحدث في رأيي في عهد الرئيس المقبل للإمارات العربية المتحدة، وما بدأ في 1971 سيتواصل. وكما قال ضيفكم، تلك الرؤية التي أنتجت هذه القصص العظيمة في النجاح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والعسكري أيضا. لذلك هذه مسيرة ستستمر وتتواصل. كما رأينا مع الشيخ خليفة ومع الحكومة التي عملت معه، أعتقد أن هناك توازن، وأيضا العمل بانخراط وتفان، ولكن في الوقت نفسه النظر إلى إيجاد حلول لمشكلة عالمية، وبالتالي كل رابح في هذا الصدد.